ديك المساعده اللي غتيقها تبو لينا حنايا كنتمنى انه يعطيها لكم نتوما حيت نتوما محتاجين اكثر منا. شفتوا كامل ديال الجزائريين واش دارت الدوله الجزائريه للمغرب بعد الكارثه اللي صرات لهم. وبالطبع هذيك المساعدات كانت بسبه الانسانيه، يعني ما عندها حتى سبب اخر، لا اخوه ولا هم يحزنون، الانسانيه وفقط. وبالطبع شفنا ميمي 6 ما حبش يقبل هذه المساعدات، لانه لو كان يقبل المساعدات الجزائريه يتحرق امام الشعب تاعو ويبان باللي صح هما دوله فقيره. على كل حال يا ميمي 6، يعني ماشي الجزائر اللي فضحاتك وانما الشعب تاعك اللي فضحك، لانه ما كانش دوله غنيه ولا باس بها يتم نقل الموتى ربي يرحمهم على ظهر الاحمره جاميسرات، يتم نقل الجثث في الهيليكس والكماين، شفناها بعينينا، يعني ما كان له تكذبوا علينا. راكم تقولوا باللي انتم مملكة 12 قرن، لكن حقيقة الأمر باللي انتم مملكة 0 قرن. لكن الغريب في الأمر هي أنه نورمالمون المراركة يخرجوا ويديروا فيديوهات ويقولوا للجزائر صحيتوا راكم درتوا لنا جاست مليحة، لكن هذا الشيء ما صراش، لأنه هذو هما البراتيش معروفين كيما هكذا بالغدر تاعهم والخيانة تاعهم. بالعكس خرجوا يسبوا الجزائريين، دوك نشوفوا فيديوهات راح تحكموا ريسانكم تاع الصح. ومن هنا نستنتج باللي هذو الناس ما همش تاع مساعدة وإنما ناس تاع سقلة برك، هذا ما كان. المهم يا الجزائريين الفيديو هذا نسحقه يوصل كامل الجزائريين، لأنه كاين ناس راهي متعاطفة معاهم، ومن فوق هذا الشيء تدخل اللايفات تاع العباد اللي كانوا يطيحوا في الجزائر ويقولوا لهم رانا متعاطفين معاكم. المهم خلي اللايك تاعك يا الجزائري، خلي اللايك تاعك الفيديو هذا نسحقه يوصل للجميع. دوك تفهموا علاش درتو مليح مليح. نبداو بالفيديو الأول هذا. بغيت نجاوب على ديك الناس لي فرحانين، الجيران ديالنا فرحانين فوالا بالسيف يا الجزائريين، حابين يقلبوا باللي الجزائريين راهم فرحانين. والله بالسيف فبركوا فيديوهات، داروا مونتاج الفيديوهات، وراني فضحتهم بالدليل في الفيديوهات السابقه. حنا عايشين زنزان واكثر من 1000 مغاربه مات الله يرحمهم، وجيران ديالنا فرحانين كيدعيو فينا، باقين كيدعيو فينا، باقين خصومين هادشي يكون كتار، كيضحكو فرحانين، كيتشافو فينا، كيحنيو، كيزغطو. تبارك الله على الإسلام، تبارك الله عليكم، توما مسلمين دابا، توما كتضحكو على اليهود. سيرو سيرو شوفو لي باج ديال إسرائيل، سيادكم اليهود كيفاش مضمنين معانا؟ دابا نتوما مسلمين، هذا ماشي الاسلام وما كيشرفناش. هذه هي الجزائريين بكل بساطه علاش دارت الفيديو هذا. علاش دارت؟ الهدف تاعها انها تقول للمراركه باللي يشوفوهم ضمنوا معانا بنو صهيون، الجزائر ما ضمنتش معانا. راكم تشوفوا يعني القاذره تاعهم وين وصلت. ما عليناش نصوتيو الفيديو اخر. فتح المجال الجوي يا ياسر، ما دمت موجود. المجال الجوي فتحوه فعلا الجزائريين. فتح المجال الجوي اضحوك، المجال الجوي غير مغلق امام السعوديه، امام فرنسا، امام ايطاليا، امام امريكا، المجال الجوي مغلق عن المغاربه فقط، والمغاربه الان في ازمه، اذا المغاربه من سيستقبلون، ليس المغاربه من سيقلعون بالطائرات، لماذا سنقلع بالطائرات؟ هذه اضحوك فيما جاء في تقريرهم، المجال الجوي مفتوح امام دول. يا الفايح يا الفايح، المجال الجوي علاش فتحوه ليكم؟ علاش؟ علاش؟ اونكا ما تقدروش على شقاكم وعلى بالها الدولة الجزائرية باللي السبيطارات تاعكم اصفار، وباللي انتوما راكم خالقين دولة من العدم، باللي انتوما راكم خالقين دولة عن طريق الاعلام برك، ما عندكم لا سبيطارات لا والو. الدولة الجزائرية كانت على بالها بهذه الحاجة ففتحت لكم المجال الجوي، ما قدرتوش على انكم تداويو المرضى تاعكم والمصابين، اي كاين الجزائر. فهمت يا الفايح ولا مازال ما فهمتش؟ العالم كله إلا المغاربة، والمغاربة في أزمة، نحن لا نحتاج ذلك المجال الجوي، فليبللوه ويشربوا ماء. كما راكم تشوفوا يزيدوا يضحكوا ويديروا في لايفات، عندهم الوقت باش يديروا لايفات ويسبوا الجزائر. هذه هي الحاجة اللي حبست لي راسي، كيفاش الشعب تاعك راهو يموت وانت عندك الوقت باش تدخل اللايف وتهدر على الجزائر؟ والله غير عيب. هنا فهمناكم باللي صح مراض بينا. نزيدوا نروحوا لفيديو واحد آخر، أنا مقلق اليوم. ما جيش تنزع ليا، ما جيش تبينوا راسكم انكم شواكر. الجزائر ترسل طائرتي المساعدات الى المغرب، الجزائر تنتظر فتح المجال الجوي من المغرب اللي كيرسل لإيس. شفتوا يا الجزائريين كيفاش فهموها هذو الفايحين؟ فهموها باللي الجزائر زعما دارت كيما هكذا باش تلعبها شي كوره عليهم وباش تطيح عليهم خشينه وكذا.
موسوسين موسوسين، اي حاجه تجي من عند الجزائر يتوسوسوا منها. اسمعوا، المساعدات المجال الجوي راه قاطعو، انت التبون ديالك هو اللي قاطع المجال. بغيتو تعاونونا ما تسناوش المغرب يحل المجال، لان القرار ديال قطع المجال الجوي جاي من طرف واحد اللي هو الجزائر. ديك المساعده اللي غتسيطها تبون لينا حنايا كنتمنى انه يعطيها لكم نتوما، حيت نتوما محتاجين اكثر منا مساعده. سيروا بيعوهم وجمعوا فلوس وشريوا العدس السكول وصاحبي شبعوا في كرشكم، ولكن المساعده ديالكم ما بغيناش. مساعده هي اللي بغيناكم ديروها هي تدخلوا سوق جواكم. هذه رانا شفنا الدوله تاعكم، الدوله تاعكم ما تحتاجش مساعدات، ما تحتاجش مساعدات. نعم قرى باكملها دمرت، ربع ايام واحد ما طلع على الشعب تاعو، الناس ماتت ما لقاتش كيفاش يدفنوها، ناس ينقلوهم عبر الاحمره، ناس ينقلوها عبر الهيليكس، يعني ما تحتاجوش مساعدات. ها ما تحتاجش مساعدات، انت يا راك دوله قويه اخي. حبيت تسمعها كيما هاك من عند الجزائري يحكيو على العدس واللوبيا، يعني عندهم الوقت باش يخرج في فيديو لايف ولا ما على باليش ويهدر على الجزائر وعلى تقديم المساعدات الجزائريه وكذا، ويردوا زعما على الجزائر ويقولوا لهم انتم ما عندكمش العدس واللوبيا وكذا وحنا قادرين على شقانا. يعني عندك الوقت هذا كامل؟ اه عندك الوقت. يعني الجزائر حتى في المآسي تاعكم ما نسيتوهاش، في الافراح تاعكم ما نسيتوهاش، ما فهمتش انا عايشين بالجزائر. هي المساعده اللي غديروها فينا، هذا هو الخير اللي غديروه فينا، اما شي حاجه اخرى راكم محتاجينها اكثر مننا. كما شفتوا يا الجزائريين والله غير يحيروا وخلاص، يحيروا هذا العباد وخلاص. نزيد نديكم الفيديو واحد اخر، يو الالاف الالاف، بالك كون جا واحد ما نهدرش، لكن انا شفت الالاف تاع الفيديوهات. شوفوا الفيديو هذا. شكرا الكبرانات والجنرالات، فتحتوا الجو نصحابنا، فتحتوا الجو باش تعاودوا تعاونوا الشعب المغربي. الساعه كنتم فتحتوا الجو غير الناس الاخرين باش يدوزوا من فوق الجو ديالكم. مسلمين تبارك الله، مسلمين ديال بصح والله. السؤال الان كيفاش راح تردوا يا البراتيش اللي راكم ديروا في الفيديوهات هذه، لما وزاره الخارجيه الجزائريه خرجت وقالت لكم باللي في المطار او كاين 80 فرد من الحمايه المدنيه راهم واجدين للاقلاع والمساعده، واش راح تردوا كي قالت لكم الجزائر باللي المساعدات راهي واجده للاقلاع؟ نستناو برك الموافقه من عندكم. خميمي ستا يضار يذبح على اليد الممدوده، هاي الجزائر قدمت له المساعده علاش ما قبلهاش؟ هذا هو السؤال برك. فهمتوا باللي حكايه اليد الممدوده خرطي في خرطي، ما محتاجينش لكم لا 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 انتم لا المجال ديالكم. المغرب فارجه وقادين بها، سمعتي؟ ما تفتحوا لا مجال جوي لا مجال ارضي لا مجال جني، بقاو سادين. ما يعرفش من با يهدر ويدير في فيديو يطيح للجزائر زعما ويستهزئ بالجزائر، والله مهاب. طيارات اللي بغاو يساعدوا المغرب غادي عارفين منين يدوزوا، انتم راكم مع رون بوان. خوتي المغاربه ما نوصلكمش على التبرع بالدم، راه الناس في حاجه ماسه للدم. الله يجازيكم بخير اخوان المغاربه، نبقى نعاودها. نورمالمون لو كان جيتوا صح، يعني عندكم عقل وتخموا كيما كامل الناس وكيما كامل الاجناس، ما تخرجوش وتتكلموا على الجزائر، انساو شويه الجزائر، اموا تعدي الازمه تاعكم، ومن بعدها ارجعوا تكلموا على الجزائر. عمروا مليح قلبكم باش تقدروا تديروا فيديوهات وتهدروا، ومن بعدها اهدروا يا خويا. ماشي يعني الكارثه راهي صاريه ومازالوا الناس تحت الانقاض، ومازالوا الناس يعني مفقودين وميتين، وتجيو تتكلموا على الجزائر. يا الجزائري اللي راك تتكلم عليه هو اللي راهو يبين، هو اللي راهو يحرك في النظام تاعكم باش يتحرك. شفتوا الفيديوهات اللي راهم ينشروها الجزائريين زعما تاع واحد ينقلوه بحمار وواحد ينقلوه بهيليكس وكذا، هذوك الفيديوهات هما اللي خلاو المخزن يتحرك، سينو والله صدقني ما يتحركوا. المشكله تاعهم كامل في الجزائر، المشكله تاعهم كامل في الجزائر. راكم شفتوا قبلوا المساعدات من عند جميع الدول غير الجزائر، هذا ما كان. يعني الجزائر جاتهم حجرة في الصباط، على بالهم إذا راحت الحماية المدنية الجزائرية الثم راح تتصدر الإعلام. هذا هو المشكل تاعهم، ما خموش في الشعب تاعهم، وإلا ما خموا في النتائج تاع أنه يقبلوا مساعدة الجزائر. فوالله غير كل يوم نزيد نعرف باللي انتوما يا المراركة ميمي ستة تقول ساحركم، صدقوني تقول ساحركم. رغم وش صرا فيهم، رغم الكوارث يعني اللي صرات فيهم والفيديوهات المنتشره، ما لقيت شخص واحد يسب ميمي ستة، ما لقيت شخص واحد يدير فيديو وينتقد فيه ميمي ستة. سبوا الحكومه، سبوا كذا، سبوا كذا، لكن ميمي ستة خط احمر. وش راهم داير لكم؟ ها وش راهم داير لكم؟ راهو
راهو سحركم، اذا سحركم قولوا لنا، اذا سحركم خبرونا، بالك نجيبوا لكم كاش راقي ولا كذا يعالجكم، لانه كارثه راكم وصلتوا لواحد درجه العبوديه كبيره بالبزاف، لدرجه انه قلبوا الجزائر هي المشكله تاعهم برك، يعني اي حاجه تصرى فيه عندهم ولا فيهم يعني المشكله من الجزائر، وما يلوموش ميمي ستة اللي هو حاكمهم واللي هو نورمالمون كان يوفر لهم هذه الامورات. لا لا، ميمي ستة يزيد لهم الطينه بله ويرفض المساعده تاع افضل حمايه مدنيه في العالم الجزائر. ايه افضل حمايه مدنيه في العالم، وروح شوف برك وتبع مليح واش داروا في تركيا وسوريا، ها من بين الحمايات المدنيه كامل تاع العالم. نقول لك علاش، ماشي لانه عندنا عتاد وماشي عندنا امكانيات وكذا، يا عندنا ابطال، عندنا ناس ما تخافش من الموت، عندنا نفس تخاف غير من ربي سبحانه. هذا ما كان، احنا ما عندناش ناس يعني تركع الميمي ستة ولا كاش عبسة، عندنا ابطال احنايا. المهم تحية بلادي اليوم وغدوة كامل الجزائريين، الفيديو هذا نسحقه يوصل كامل الناس باش يشوفوا هذو المنتن الفايحين اللي رغم وش راهو صاري فيهم مازالوا يتكلموا ويحلوا فامهم في الجزائر. يا السلام عليكم.